اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نتواصل معكم عبر الصباح الشروق على الهواء مباشره، ووصلنا بكم الى فقره عافيه. سعداء جدا عبر هذه الفقره انه نستضيف الاستاذه والدكتوره هاله عبد الرحيم علي، وهي اختصاص الطب البديل، لنتحدث عن شعر الاطفال، وهو موضوع الفقره وموضوع عافيه لهذا اليوم. اهلا بك، صباح الخير. اهلا بك، صباح الخير حسام، واهلا بمشاهدينا الكرام، صباح الخير عليهم. متعودين المشاهدين ان هم كنا اول فقره، لكن حبينا ننوع شويه ونكون خفيفين. حبينا ولا اخرتك ريحه الفيلم؟ والله يمكن الزحمه في تجهيزات اخرى برضو عشان تكون من خلال الحلقة. والله انا تاخرت عشان الزحمه، لكن قلت شنو؟ لا انا قلت حاجه، قلت هي جت لخير عشان انا اكون وختامه مسك. ختامه مسك. دي الجزئية كنا عايزين نقولها. نعم. أحبيكم صباح الخير عبر صباح الشروق. زي ممكن موضوع الحلقة اليوم حيتكلم عن شعر الأطفال. نعم. أو شعر العائدة. كيف ممكن نهتم بشعر الأطفال؟ نعم، ده موضوع مهم شديد. الموضوع بتاع شعر الأطفال موضوع بهم الأب والأم. صحيح. يعني بلقي إنه الأب لما يكون عنده بيت بيكون عنده شفقة، شعره ليه ما قام، شعره ليه ما ناعم، شعره ليه فيه مشكلة، شعره اللي فوق قشره. وبعدين كالعاده انه البيبي لما يكون يا دوب بيكون في قشره في الشعر. انا عايزه اطمن الاب واطمن الام، لان هم بيكون عندهم هاجس وعندهم قلق انه الشعر عايزينه يطول، خصوصا للبيت من عمر يوم الى عمر السنتين. ما عندك دخل بموضوع بتاع علاج للشعر ابدا بالنسبه للاطفال، ولا يكون عندكم قلق ولا هاجس انك انت او انت تجيبي مستحضرات التجميل او منتج معين او تنعرض الحاله لطبيب، لانه احنا هنا ما بنقدر نتحكم في موضوع الشعر هل ناعم ولا خشن. ليه؟ قدام بعد السنتين حيكون الحاصل شنو؟ الاهتمام مفترض يكون في السنتين على موضوع القشره، لان القشره الطبقه اللي بتكون عند الاطفال وهم صغار بتعمل تساقط وبتعمل التغصف. الاهتمام بيكون بزيت معين، ولما انا اقول زيت معين اللي هو ما حيكون دهان، في فرق بين انه يكون الزيت يكون سائل وفرق يكون فيه دهان. من عمر اليوم الى عمر السنتين مفترض يكون زيت سائل، واي زيت طبيعي. والام الان بتسمعني هي عارفه انه انا ما عايزه اسمي زيوت معينه، عارفه الزيت الطبيعي في السوق هو شنو، معروف عندنا. زي ما ذكرت انه مفترض يكون العلاج للقشره فقط. بعد السنتين يبدا القلق، شعر بتاع بيتي ما هو ماذا؟ هو الولد مهم، لكن احنا بنميل للبيت، لان البيت لازم يكون عندها شعر. الشعر ده معروف من زمان، غنوا له طبعا صلاح النبادي عنده الاغنيه بتاع سالم سالم من شعر هداب، حاجه كده طبيعه فينا مما احنا قمنا عندنا. الشعر ده حاجه مهمه، الا اذا انت اخذت موضوع التجميل، إذا أخذت من ناحية طبية نوع من الجمال بيقوله. هو نوع من الجمال، لكن أنا بتكلم بإضافة لنوع الجمال اهتم الشعر، لأن الشعر بيمرض. يا لا الصلعة في ناس برضو جميلة يعني بسرعة أحب الكلام ده. أيوة، في ما معينة على الملامح هو لما يكون في نقص في حاجة بتكمله في حاجة تانية، لكن الشعر عموما الكمال لله طبعا. الكمال نقصان والكمال لله، لكن أنا بتكلم عن الشعر البت. بعد السنتين تقدر إنك تتحكم العامل الوراثي، وهل الشعر خشن ولا ناعم، اقلق من الحته دي. أيوة. عايزه اتكلم طبعا، انا عارفه انه الزمن بسيط. لكن انا حاتكلم في الموضوع وادي خلاصه سريعه. طيب. ولكن طبعاً. مفيده. العامل الوراثي اللي بيقلق الناس ابوها شعره خفيف، ابوها شعره خشن، امها شعره خشن لكن هي طلعت، الموضوع ده ما يكون هاجس للناس. لانه الاهتمام بيقلب على الجينات. صحيح. انت لما تهتم بالشعر بتقلب على الجينات، وانا مسؤوله من الكلام ده، لكن بطريقه كده معينه. الاهتمام يعمل شنو؟ الاهتمام يبدا كالاتي. بعد السنتين احنا قلنا عشان يكون الناس معانا، قبل السنتين الاهتمام بالزيت العادي المعروف والتخليل على الفروه علشان القشره تنتهي. بعد السنتين تبدا الموضوع بتاع اختيار الزيت المناسب للشعر، ويكون في علاقه بين الام وبين بنتها. يعني ما ينفع انه البنت هي عمرها سنتين، بعد السنتين 3 سنين 4 سنين 5 سنين 15 سنه فتره بتاعت مراهقه، ودائما فتره بتاعت المراهقه بتكون فيها عند فيها عنف بين البنت وبين امها، وهي ما بتسمع كلامي. حببيها في 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 في, 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 في
الـ 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 الاهتمام بروحها وبتفاصيلها، حبيبيها في ان هي تهتم بشعرها ببشرتها من ناحيه طبيه تجميليه. لاحظ انا قلت طبيه تجميليه لانه الموضوع مش موضوع جمال، لا، الصحه مربوطه بالجمال والجمال مربوط بالصحه. صحيح. فانك تعلميها ان هي تتخلص من القشره، تعلميها ان هي تهتم، انت في حد نفسك الام في حد نفسها ان هي تلتزم بالحاجات المناسبه والطبيعيه للشعر، تبعد من الفريد، تبعد من الاستخدام الخاطئ للشعر علشان بنتك تسلك دربك. ثاني حاجه الماسكات، لازم يا جماعه انا بقول ان الشعر بعد عمر السنتين بيتقسم الى شعر دهني وشعر مركب وشعر عادي وشعر جاف. الاختيار دهني المناسب دهني مركب عادي جاف. نعم. طيب العادي طبعا معروف هو الشعر العادي، لكن انا ما اطمن اقول انه الشعر بتاعي عادي خلاص، ان انا ما اهتم. بالعكس انا اهتم علشان الشعر الصحي اللي انا شايفاه ده يغزر ويتول، لانه يا جماعه مع مرور السنين بتجي ضغوطات، بتجي توترات، بيجي احوال احنا ما معروف هي شنو. احنا نحافظ على الشعر بتاعنا. الشعر الجاف انا بختار له دهان. لاحظ جبال انا قلت في عمر السنتين او قبل السنتين زيت، والان في الفتره بعد الثلاث سنين والشعر دهان. جاف دهان. طيب ويكون القصيل بتاع الشعر مره واحده فقط. في دهون نحن محتاجين لها للشعر، لما تغسلي مرتين في الاسبوع وتدفسي الشعر دهانات وماسكات بتفقد كل حاجه والشعر بيفقد الرونق بتاعه وبيفقد الصحه بتاعته. تنشيط بصيلات الشعر وتحفيز بصيلات الشعر مهمه جدا للشعر الجاف بالماسكات. الماسكات احنا ديلا دي عياده مجانيه نديها للناس. وانا ما عايز اتكلم، انا طبعا مخصص بشكل جنسي، لكن انا ما عايز اتكلم. الماسك ده حسب فهمنا البسيط وعلاقتنا البسيطه بالمعيار التجميلي انه ممكن يدعم للوش لاجزاء اخرى، لكن ماسك للشعر دي كيف يعني؟ ما الشعر ما هو زي انا بشرتي دهنيه فروتي دهنيه، بشرتي جافه فروتي جافه. الشعر محتاج لماسكات علشان ينشط، عشان يتحفز، عشان التقصف يمشي، عشان التساقط يمشي، علشان يكون صحي. فكره الماسك اشبه بفكره حمام الزيت مثلا. ايوه. وحتى الفتره حقت الماسكات 3 ساعات ساعتين مربوطه بنوعيه الشعر. ده مفترض قانون وجدول يتعامل للبيت والتزام. وانا بقول في كل فقرات اللي انا بقولها وبتكلم عنها جهزي ورقه وجهزي قلم واكتبي، لان بديك ماسك اول حاجه الماسك بديك له مريح جدا مثلا عشان الوقت انا عارفه ومجاني. مجان. هو انا متخصص قبل قلت لك في عشبه الجنسج، لكن الفقره دي انا عايزاها تكون مجانيه للناس، لانه الناس بتعاني شديد وما عارفه تعمل شنو وما عارفه تتعامل كيف مع الشعر وزهجات ومسكتك احباط. المهم الشعر الجاف هاتي صفار بيضة وزبادي ودهان اللي بينفع معاكي. مش انا بستخدم اي دهان واخدته على الماسك بيضرب الماسك، بدل انك انت تستخدمي الماسك عشان يجيب لك نتيجه حلوه، الماسك حيكون رد الفعل بتاعته عكسيه، لانه الدهان اللي انت خطيتيه على الماسك غير ملائم للشعر. فاختيار الدهان يا جماعه انا بقول دهان للشعر الجاف كريم يعني، تمام. الماسك اللي انا قلته الان هو غير محكوم بمقادير معينه، لانه في ماسكات بيقول لك والله اعمل معلقه من الحنه، معلقتين من الزبادي، لا اكيد انت لو نقصت لو زدت. انا الان تركت المقادير لك انت عشان تكوني مرتاحه. طيب نعم. طيب يا استاذه يمكن ما شاء الله يعني سرد طويل ومتميز جدا، هو طبعا ونستفيد منه شاء الله احنا والساده المشاهدين. نعم. لكن في حاجه مهمه، احنا كيف نقدر نكثف ونطول من شعرنا عموما سواء كان للرجال او النساء؟ ايوه، التكثيف قبل قلت التحفيز للفروه، اشيل الطبقه، في طبقه دهنيه انا محتاج لها دائره بتحميني من المؤثرات الخارجيه الشمس. وتحميني لما انا استخدم يعني حاجه خاطئه كريم شعر كده يكون ما اي احنا انا ما ححدد كريم معين، لكن انا حاعمل وصايا عامه. طيب. الناس طيب. تقدر تمشي عليها. اكثف الشعر للسؤال بتاعك، اكثف الشعر كيف؟ اجيب الزيت واعمل تنشيط للدوره الدمويه. شوف المصريين الان احنا طبعا عندنا المشاط، شعرنا طبعا افريقي، فعندنا مشاط بدهان معين ناس حبوبه زمانك بيخطوا المويه وبيعملوا الودك وبيعملوا مشاط، وتلقى الشعر بقى طويل وبقى حلو. ليه؟ لانه ما دخلوا فريد ولا مكوى ولا اي حاجه في الشعر. احنا الان شعرنا منتهي،
احنا الان شعارنا منتهي، ما بنقدر نعمل اي ودك الا بنسب معينه، وما بنقدر نعمل اي طريقه بتاع دهان زي ناس زمانك الا بطريقه معينه، لانه الشعر خلاص الشرب حياه. اهلنا المصريين بيعملوا كحك القدام، الكحك القدام بيشيلوا الشعر كله، او الشعر والهنود بيعملوا كده، بيسلكوا الشعر لورا وبرجعوا تاني قدام ويمين وشمال، بنشطوا الدوره الدمويه وبيعملوا كحك لمده ساعه او ساعتين. باللور؟ لا ما باللور، كحكه كلها علشان الدم يطلع على الفروه ويغذي بصيلات الشعر. ولازم تفهموا الحاجات دي، لانك ممكن تخشوا على مراحل يكون يا ربنا سجدوا بيبي بيت ربنا يحفظ عليكم ان شاء الله، وطريقكم يكون حلو ان شاء الله. ويكون لازم المعلومات تكون عندكم، وحاجات دي مهمه شديد. وبعدين الراجل لازم يساعد المراه في المواضيع دي. لا نعم هي ما حابب خليها بيني وبينك بعدين. او بيعملوا للشعر اخونا عشان فرق. لا والله ما بتدري، هي بيعملوا للشعر عشان يثبت الشعر. لور هي لا هو الرول، هو عنده معلومات حلوه على فكره. الرول ده بيتعامل كالاتي بدون مقاطعه الكلام. خلونا في نعم في ما انا عايز اصحح لهم، انا مش عارف. لا لا خلينا، انا حناقشها معاه تحت الهواء وما حنقبل عليه وما داري فيها تبرير. طيب نرجع. نعم نرجع لكلامنا، قلنا ننشط الدوره الدمويه بانه اجيب زيت معين اخذته على الفروه واخلي الفروه، واجيب الكحكه قدام زي ما بنقول احنا السودانيين الكحكه القدام دي. ايوه باخذها لمده ساعه او ساعتين، حتى لما تيجي تفك الشعر بتلقي انه الشعر بقى ناعم ومسلسل وبقى جميل، بقى في يدك. دي الكثافه حقت الشعر، تطويل الشعر. طبعا تطويل الشعر يا جماعه ده هاجس وقلق، وعايزين والبيت من هي صغيره. نعم. شافت جارتها وشافت صاحبتها وشافت اختها، ممكن يكون في البيت اختها شعرها طويل والثانيه يلا، عشان ما يكون في تعقد. الام هنا دورها على فكره، الموضوع ده مهم شديد والله. صحيح، يعني موضوع يعني عقده نفسيه كده حتى للام. الام ذاتها يعني مفترض تسلك طريق بتاع انها هي شنو، بان هي تعمل ماسكات، بان هي تستخدم الحاجات المناسبه، بان تبعد من الحاجات الكيماويه الحاره على الشعر، وهي وبنتها تنظم حالها. وتاني برجع بانه الموضوع موضوع انه انا لازم اطهر الفروه، ولازم انه انا اخلي الشعر ما في تغصف ما في تساقط. وتاني بقول يا جماعه انه الضغوطات والمؤثر والاهمال، يعني احنا في زمن يعني انت بتكون مضغوط، يعني انت لو عايز تبقى كويس وعايز تبقى مرتاح وسعيد اليوم ما يخليك. فلكن نرجع نقول للام اللي هي اساس البيت، ولا هي اساس البيت واساس الاسره، لازم تكوني حكيمه، لازم تكوني منظمه، لازم تتغلبي على الضغوط النفسيه علشان تقدري انك انت تديري البيت بطريقه حلوه وتديري جمال بيتك. يعني بيتك دي الورقه الرافعه ليكي اللي بتطلعي بها في الدنيا، واللي انت بتطلعيها عروسه لراجلها اللي هو بتشيل اسمك وبتشيل سمعتك. جميل. نعم. طيب ممكن يكون في شعر خفيف او هش بالنسبه للبيت الصغيره دي، فاكتشفته الام او شافته، حتتعامل معه كيف؟ الشعر الخفيف برضه ثاني حنقوم نجي، انتوا بتشيلوا مني المعلومات عشان عياده مجانيه يعني موش. ايوه الشعر الخفيف بيتعامل معه كالاتي، ممكن يكون الشعر خفيف ويكون متقصف، دايما الشعر الخفيف بيكون فيه تقصف وتساقط كثير. انا حديهم ماسك وحضروا ورقه وحضروا، ما هو طبعا حتى الناس اللي ما شافوا الفقره دي بتنزل في اليوتيوب. جرجير ناشف، جرجير ناشف تمام. في فرق بين انا اجيب جرجير ولين واقعد اقطعه واخذ فيه الزيت، ما ينفع نشفه. هنا انت محكوم تنشف الجرجير، لكن تشيل منه فنجان فقط. لو شلت فنجانين تبقى هي مشكله. نرجع لموضوع هنا المغادير، ومع الجرجير الناشف فنجان، شوف الشعر الخفيف الناعم ما ينفع معه دهان، الا ينفع معه زيت سائل. والزيوت هي معروفه في السوق، الزيوت الطبيعيه. نعم. ما عايز اذكر اسم، بتشيل فنجانين للشعر الخفيف، لكن ما بشيله واقعد شنو؟ اقبس لك الشعر معينة. طريقه معينه بخط البيت وبخلخل الشعر بتاعه. نعم. وبالاطراف بشيله، وعلى فكره موضوع الاطراف دي موضوع مهم شديد. ممكن يكون في اطراف بتكون متغصفه وبتكون يعني مبشتنه كده، وتجي الام تجيب المقص وتقعد تقص الاطراف وتقول يا جماعه والله الشعر حيطول، تاخذ شهر شهرين الشعر ما طال، تقعد تقص ثاني. ده موضوع برنامج، الموضوع مش موضوع قص، الموضوع موضوع بتاع فروه. لازم الفروه تكون نظيفه مطهره زيت مناسب، علشان لما اجي اقص الشعر كل 4 شهور الشعر يطول. ده موضوع خاطئ.
يمكن نعم. الحلقه كانت اول فقره مميزه جدا حول موضوع الشعر كبير وطويل، موضوع كبير جدا. احنا ان شاء الله في حلقات ثانيه نقدر نعالج مساله الشعر بصوره موسعه جدا. احنا نشكر جزيل الشكر، كنت ضيف عايز علينا داخل الله يعطيك العافيه. تسلم كثير، شكرا. وانا بوصي الام عليك بالبيت واهتمام البيت، وعليك اهتمام بروحك. ان شاء الله كل اربع نعم. بنحاول نطرح الموضوع وخلي الناس تستفيد باذن الله. شكرا جزيلا. شكرا لكم انتم ايضا مشاهدينا الاعزاء للمتابعه. تقبلوا تحيه فريق العمل لهذا اليوم. شكرا محمد وسعدت بهذه الرفاه. وانا اسعد عزيزي حسام، شكرا لكم، وان شاء الله نكون لامسنا قضايا واقعيه معيشه حتى جيد الملتقى. تحيه واحترام، مع السلامه.